في هذا المكان بالتحديد ركنت الدراجة المفخخة، تركها سائقها وذهب ومن ثم فجرها عن بعد، فأصبحت الجريمة كما تشاهدون الآن. صراخ وآهات تفجع القلب في موقع انفجار البصرة صباح الثلاثاء. أشلاء متناثرة في الشارع لأناس عزل راحوا ضحية الغفلة والاسترخاء الأمني. دراجة نارية تترك لوقت تجاوز النصف ساعة لم تلاحظ ولم تتابع من قبل القوات المرابطة، ليضغط بعدها زر التفجير بكل بشاعة ليترك هذا الفعل استفهام لم تستطع أجهزتنا الأمنية والاستخبارية من فك طلاسمه. الانفجار صار قرب تقاطع الصمود، يعني مقابل استشارية مستشفى الجمهوري. بلحظة الحادث أنا موجود، توجهنا للحادث. الشهداء بالستاركس أنباء تتحدث عن أكثر من شخصين، الشهداء نفرين بس اللي هم سائق الستاركس واللي بصفه يشتغلون بأحد الشركات الأهلية في محافظة البصرة في منطقة الجزائر، والآن مثل ما تشاهدون أهلهم أجوا وثبتوا أنهم نفرين. سائق الهونداي اللي هو ابن بيت ابو زينب اللي يسمونهم هنا بدور المعلمين احنا نعرفه، يعني جريح انا شفته طلعوه من السياره قبل لا تحترق الهونداي. التفجير صار عن طريق دراجه ناريه ركنت، وان شاء الله يتوصلون القوات الامنيه للخيوط الجريمه، ركنت وصار التفجير عن طريقها. عن الانفجار قالوا انفجار دراجه مفخخه بها، صار اليوم 4 جرحى واثنين من الشهداء. طبعا للاسف اليوم البصره اصبحت غير امنه، طالب محافظ البصره كونه مسؤول الجهه الامنيه ونطالب قياده عمليات البصره حجز جميع الدراجات، لان هاي اليوم انفجار هو انفجار دراجه ومخليه على الستان بنص الشارع. اجت هاي السياره وقفت هنا قبال الدراجه وصار الانفجار. اي توك موجود هنا قاعد يمين محل حط كرسي، هذا محلي زين. اي تاثرت بالانفجار؟ ها ايوه اذاناتي و والجام تكسر مال الجام ايدي وهاي رجلي زين. حكومة البصرة علقت على الحادث واصفة إياه بالإرهابي وتوعدت بالملاحقة في وقت لم تكشف عن أي معلومة جديدة. عملية دراجة مفخخة، لأنه كل التحقيقات الأولية والأدلة الجنائية أنه مثل ما شفت الدراجة هي المفخخة وأثرت على هذه السيارة اللي بها سقط شهداء 2 و3. سيادة المحافظ تتهمون طرف معين في الغلوة؟ بالتأكيد هذه واحدة من الهجمات اللي راح تكون باتجاه السيارات المفخخة والعمليات الإرهابية السابقة. رفعت دلالات الجريمة كما رفعت الأرواح مشظاة ومنحورة، والخطاب يبقى للجان التحقيقية عسى إن تكون مجدية ومسؤولة أمام الدماء والأرواح حتى تعيد للبصرة أمنها واستقرارها الذي أربكته دراجة نارية تقف خلفها عصابات إرهابية. لقناة الفرات معتز الحبيب، البصرة.